اي مذهب في الرومانسي. مرسي جميل عزيز مذهبه الادبي هو الرومانسيه. الرومانسيه بمعناها لها طبعا معاني كثيره جدا، انما ابسطها هي القدره على التعبير عن الذات من الداخل مع عدم جهل مع الطبيعه والكون، مع عدم جهل بالحياه وبالاحساس بالاخرين. ده ابسط حاجه. هتلاقي اغاني في الملامح دي كلها. بحب جدا للناس يعبر عنها الطبيعه والكون والصور والطبيعه، كل ده موجود عنده، الكون موجود عنده. تاني حاجه برضو من خلال الادب الانجليزي، هو كان برضو مهتم جدا ب تي اس اليوت كشاعر وكناقد. تي اس اليوت يمكن هو اللي حط ايدينا او الادب عموما والشعراء بالذات على حاجه اسمها المعادل الموضوعي. المعادل الموضوعي اذا ما كانش العمل الفني له معادل موضوع بيخرج منه، واذا كان بيحقق ان المتلقي له بيتنقل لحاله جديده ما كانش عليها قبل ما يتلقي هذا العمل، يبقى العمل ده يعني في الهواء. فهو كان دارس حاجات كثيره جدا، دارس التصوير الفوتوغرافي، ده كان الهوايه الموازيه له او عنده لهوايه كتابه الشعر، مش مجرد تصوير كده زي ما احنا دلوقتي كاميرات مصور. لا لا، هو كان محترف تصوير فوتوغرافي، كان عنده احدث الكاميرات، احدث الكتب كلها بتاع التصوير الفوتوغرافي، المجلات اللي هو مشترك فيها العالميه كانت بتجيله حتى بعد رحيله، عنده كتالوجات لاهم الصور في العالم كلها، وكل كتالوج عليه رقم السنه بتاعته. كان عامل في بيته حجره احنا كنا بنسميها الاوضه الضلمه. بابا فين؟ الاوضه الضلمه. كان بيحمض بنفسه صور، وعنده مكان تكبير، وعنده الاحماض هو اللي بيسجلها، وكان بيعمل صور ملونه قبل ما تبدا الصور الملونه تظهر. كان بيصورنا كلنا احنا ابنائه وزوجته صور كثيره جدا، كل واحد مننا له البوم. طبعا الوالده كان لها نصيب كبير، وصورها صور على مستوى عالمي، كتالوجها مهول. هو طبعا كراجل محافظ عمره ما نسى الصوره لها، انما كان عامل جوه بيته في مكان برضه بيت كبير جدا، في صالون كان عامله زي استوديو تصوير، في الكشافات الموجوده في بروتوهات السينما، اضاءات مصورها صور رائعه هايله، لدرجه ان مثلا كان في صحفيه قريبه شويه فجت زارت البيت قالت ان هي نفسها تقابل الوالده، فهي قلنا لها ما تقابلش حد يعني، فخصيناها بحاجه قلنا لها هنوريك الكتالوج بتاعها هو صور. اتبهرت يعني ابهار يعني. فهو مكونات كثيره قوي، السينما درسها بالكامل، ليس فقط فن كتابه السيناريو، لا كلها. لدرجه ان هو في موضوع له انه قال لك ان انا ناوي اتجه للاخراج. ليه؟ ما كانش راضي عن عمليه تصوير اغانيه في السينما. طبعا الدراما في اغانيه دي لوحدها قصه، اللي هو ابعاد الدراما في الاغانيه. الدراما معناها الحقيقي بقى، اللي هو مش الدراما اللي هي مفهوم ايه؟ الدراما يبقى هي اغاني حزينه او كده شكل، لا الدراما كتكنيك كتابه، يبقى فيها حدث، فيها مكان، فيها زمان، فيها ابعاد كتيره جدا. هتلاقي اغانيه مليانه بالحاجات دي كلها. استاذ علي عمران، يعني لما بنتكلم عن شعر كبير مرسي جميل عزيز، يمكن بدا 18 سنه من والاغاني يعني بيتنقل بين ادبيات وكلمات بسلاسه وشراكه وخفه واستلهام جزء كبير من التراث. مفيش اغنيه لمرسي جميل عشان الا فيها كلمه او دعاء بيقوله او كلمه. ففكره هذا التنقل بين اغنيات في اكثر من 1000 اغنيه والفصحى ايضا، وكتب 5 أو 6 من القصائد فصحى هنا دي، يعني كيف تتمنى كيف ترى فكره التنقل بهذه العزوبه والرشاقه والكلمات الجميله لحد النهارده اللي ربيتها وجيل الشباب اللي ربيتها؟ هنتكلم عن التجربه الشعريه، وكلنا يعرف ان التجربه الشعريه لدى الشاعر هي اهم ما يميز الشاعر، لانه يعيش بوجدانه مع الفكره التي تسيطر عليه او الحاله النفسيه التي تسيطر عليه اثناء كتابه العمل الابداعي، سواء كانت قصيده او روايه او قصه قصيره او لحن. هو كان صادق جدا مع تجربته الشعريه التي بداها منذ ان كان صبيا، عندما كتب الفراشه ولحنها السنباطي وكتب الزوجه جواد الفعول وبعث للاذاعه. كان والتجربة الشعرية كما فسرها نقاد الأدب قالوا هي ممكن تبقى تجربة ذاتية أو تجربة عامة أو تجربة ذاتية تحولت إلى عامة. فمرسي جميل عزيز كان عندما يكتب عن ذاته لم يكن يقلد أحد، لذلك يقول عليه شاعر أصيل.
أصيل يعني مين في الجنة؟ أصيل يعني يغفل ما بداخل نفسه، لا يقلل. ومعظم الشعراء للأسف ينتشر عن طريق التقليد، يبقى هناك مثلا نزار قباني نجد أن 1000 نسخة تجد النزار، أحمد رامي 1000 شاعر تجد رامي. إنما مرسي جميل عايز كان يعبر عن داخله فقط في تجربته الذاتية، عندما كتب مثلا لما لا أحيا وظل الورد يحيا في الشتاء، هي كانت تجربة ذاتية خاصة به، رجل يفتح آفاق حياته للتفاؤل والأمل، وعبر عنها وتحولت الأغنية من ذاتية إلى عامة، لأن أصبح كل إنسان فينا يعيش لحظة الأمل، لدرجة أن خالد شلبي كان مقدم على الانتحار ووقف في هذه اللحظة عندما جاءه صوت فيروز عبر شرفة الجيران يقول له لما لا أحيا، فتراجع. وهو قال هذا الكلام أن هذه الدعوة هي التي جعلته يتراجع عن فكرة الكلام. الكاتب عمنا قصير خيال شلبي لما قال إنه ممكن الشاعر الغنائي الوحيد اللي عنده مشروع شعري وثقافي متكامل وأتمه في حياته هو لأنه كتب كل القوالب منذ أن بدأ بالأغنية العاطفية والقصيدة الفصحى، وكتبها الفصحى عند مرسي جميل عزيز، ليست الفصحى شعراء الأغنية اللي كتب الفصحى زي صالح جلد الناس من أول فتح الفصحى، ولكن هو انتمى إلى مدرسة بعينها، يعني أسلوبية مرسي جميل عزيز في الفصحى تنتمي إلى جماعة كله، الجماعة الرومانسية الكبيرة التي أنجبت علي محمود طه وإبراهيم ناجي وأحمد مخيمر وهذه السلة من شعراء مصر. وفي نفس الوقت هو اتخذ من مدرسة أبولو الأسلوب واتخذ من مدرسة المهجر الفكر، يعني عندما تحللين قصيدة لما لا أحيا التي غنتها فيروز تجدين أن الفكرة هنا الفكرة الذهنية هي أقرب إلى مدرسة المهجر، كأنك تقرأين قصيدة لي الماضي الذي قال جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. فمرسي جميل عزيز كان صاحب فكر لم يكن ينشغل بالوجدان فقط، ولم يكن يتلوع مثل شعراء الهجر والوصال، لا كان ياخذ المفردات الى منطقه الفكر والذهن. ففكره حتى في اغنيه من غير ديه التي رفضها بعض العلماء ووقف ضدها مفكرون كبار زي رجاء النقاش وغيره، وقفوا وقالوا هذه فكره فلسفيه عميقه لا يصل اليها المتلقي العادي. وكانت هناك قضيه استدعي عبد الوهاب فيها وانتصر القضاء لمرسي جميل عزيز بعد رحيله بعشر سنوات عندما قالوا انها فكره فلسفيه ومن حق الشاعر ان يتساءل ويقول وين الدنيا من نعرف فيه. وقال هو تميز رجاء النقاش قال انه تميز على عمر الخيام عندما قال لبست ثوب العيش لم استشر صاحبه فيه بين شفه الفكره.